مرحبا بكم من جديد على قناة استثمار عرب. شكرا ل 7464 مشترك. النهاردة هنعمل اثبات سحب تاسع للموقع الاستثماري الروسي اللي شرحناه اكتر من مرة وعملنا عليه اكتر من اثبات سحب. الموقع ده بقاله فترة بيدفع، فانت حاول لما تيجي تستثمر تستثمر مبلغ قليل وهو 100 روبل. ده انصح به الناس اللي هي هتستثمر جديد. طريقة الاستثمار هنشرحها. هنسحب بس الاول المبلغ ده، هنسحب 73.60 روبل على البير. هنعمل ريلود للصفحة كده. تعالوا نشوف البير كده فوق اهو، معايا 671. هنروح على الموقع ونعمل سحب. هنختار محفظة البير من هنا، تمام. هنضغط على كلمة سحب، تمام. هو كده استلم السحب. هنروح على المحفظة، نعمل ريلود. زي ما انتم شايفين تم السحب 72 اهو، والمبلغ تم، تمام. النهاردة 24 بتاريخ النهاردة. طريقة الإيداع في الموقع والاستثمار، بنضغط على كلمة إيداع من هنا، تمام. هتستثمر، أنا أنصح الناس تستثمر في الخطة الأولانية وتستثمر عن طريق البير، تمام. هو في طبعا البيرفكت ماني وكيو، لكن أنت استثمر على محفظة البير ونضغط على الكمية. بتجيب 100 100 للإيداع، وبعد كده بنضغط على إيداع، وبعد كده بتروح على البير. بنضغط على كلمة البير من هنا، هنختارنا البيرفكت ماني، نختار البير من هنا كده، تمام. وبتودع في الموقع. طب طريقة السحب من الموقع لسه شارحينها. رابط الإحالة بتاعك بتاخده من هنا، من هنا أو تحت كده بتاخده. بعد كده لو انت بقى حابب تعمل فيديو، بنضغط على البونص اللي بيقدمه الموقع. الموقع بيقدم بونص بيوصل ل 5000. طبعا هو بيديك اقصى حاجة مثلا 50 روبل. طبعا انا سحبت منه، يعني انا لسه ساحب منه من قيمة مثلا يعني فترات بسيطة. يعني انا تعالوا نشوف الفيديو اللي قبل ده كده. اهو الفيديو ده ما كملش 4 ساعات. انا سحبت منه بسرعة ازاي؟ لان انا عملت فيديو واديتهوله هنا اللينك بتاعه، وبعد كده في واحد هنا استثمر في الموقع في ايه هنا. لو خشينا على الداشبورد من هنا كده اهو، في واحد استثمر فانا اخدت منه 30 روبل، تمام. موقع كويس تقدر تستفاد منه، تبدأ تروج لرابط الاحالة بتاعتك. انصح بالناس اللي هي تستثمر في الخطة الاولى. اي استثمار، اي استفسار واي تعليق سيبه اسفل الفيديو، انا هرد عليك مباشرة. كان معكم استثمار عرب، شكرا لكم، والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.